بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا مرة أخرى في برنامجكم أحاديث وعبر والذي نتناول فيه الوقائع النبوية الشريفة والقصص حتى إن شاء الله نستفيد منها نستخلص منها العبرة الحكمة وما قاله العلماء رحمهم الله في هذه الحوادث والقصص. اليوم ان شاء الله سوف يكون عنوان حلقتنا وموضوعها موضوع حساس جدا ومهم يتعلق بشخصيه ونفسيه المسلم تجاه الاخرين سواء من الاديان الاخرى او كان من نفس الدين ولكن من من الملل والمذاهب المختلفه. فسميت الحلقه اليوم التسامح لدى المسلم، التسامح لدى المسلم. راح تكون ان شاء الله حلق القصه حول هذا المفهوم. بعد غزوه بدر كما تعلمون انتصر المسلمون فيها وحصلوا بعد نهايه المعركه على اسرى من اهل مكه. وهذا الحديث في صحيح الامام مسلم. جابوا الأسرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتهاء المعركة واحتار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل بهؤلاء الأسرة وهذه أول معركة ينتصر فيها المسلمون أول معركة بين المشركين وبين المسلمين وينتصر فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاحتار ماذا يفعل بهؤلاء الأسرة هل يقتلهم هل يعفو عنهم هل يأخذ في مقابلهم الفداء يعني يعطيهم أهلهم ويعطون في مقابلهم الأموال ماذا يفعل فاستشار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اثنين من أصحابه وهما وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما شرائك يا أبو بكر ما تقول ما نفعل ماذا نفعل في الأسرة فقال يا نبي الله هم بنو العم أولاد عمومتنا وعشيرتنا وكانوا بالامس معنا فارى ان تعفو عنهم وتاخذ منهم الفديه تفديهم فناخذ الاموال فتكون لنا الغلبه والقوه على الكفار ولعل الله سبحانه وتعالى ان يهدي هؤلاء فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم لابي بكر وانت يا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر وانت يا عمر ماذا تقول؟ فانظروا الان الى النظره الاولى اللي فيها التسامح وناخذ منهم الفديه وعمر رضي الله عنه وارضاه ونظرته في القوه والصلابه والشده قال يا رسول الله والله ارى ان تقتلهم فتمكن علي رضي الله عنه وارضاه من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان واحد من انسبائه فتمكن تمكنني منه فاضرب عنقه الرسول صلى الله عليه وسلم كانه ما ارتاح لي راي عمر ان يقتلهم يضرب عناقهم فاعرض عنه تقول الروايه فاعرض عنه وخر عنه ثم عاد النبي صلى الله عليه واله وسلم مقالته للناس ماذا ترون ماذا افعل بهم فقال ابو بكر يا رسول الله انت ان ترى ان تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء فهؤلاء ابناء عمومتنا فالرسول صلى الله عليه وسلم سر بكلام ابي بكر فاخذ برايه فعفى عنهم واخذ منهم الفداء. انتهت القصه؟ لا ما انتهت عند هذا الحد. صارت الفداء والناس اخذوا اهلهم ودفعوا الفديه. يوم الثاني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسان يبكيان دخل عمر عليهم فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك أنت ويا أبو بكر شنو اللي يبكيكم فإذا كان في شيء بكيت معكم وإلا إذا ما عرفت ما في سبب بكيت مع بكائكم <applause> انظروا إلى يعني أنه يشاركهم في حتى في الحزن تقولون لي ايش اللي يبكيكم حتى ابكي معاكم واذا ما قلتوا لي خلاص خلوني ابكي معاكم مع بكائكم. فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم: لقد عاتبني الله سبحانه وتعالى فيما فعلت وكان امر الله عز وجل راي كرايك انت فقال الله عز وجل لولا قو نزل قوله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم فيه عذاب عظيم. ثم بعد ذلك أحل الله سبحانه وتعالى للمسلمين الغنائم الشاهد أن الله عز وجل أيد رأي عمر مع أن نفاذه كان في قبوله للفداء هذه الحادثة أود أن أذكرها كمقدمة لحديثنا المهم والخطير التسامح لدى المسلم نتوقف إن شاء الله لفاصل قصير، ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى نتكلم حول الموضوع الذي ابتدأناه بقصتنا حول التسامح لدى المسلم في جانب من جوانب النزعة الإنسانية في حضارتنا الإسلامية وهو مفهوم التسامح لدى المسلم فالإسلام جاء عزز هذه الفكرة ورسخها لدى الإنسان المسلم حتى يجعله يعيش مع باقي البشر كمسلم يعيش مع باقي البشر على اختلاف اديانهم على اختلاف طوائفهم على اختلاف مللهم لا يتكلم الاسلام من منطلق التعامل مع الاخرين كعقيده مختلفه ولكن حتى بين افراد المجتمع الواحد الذين تختلف معهم الافكار والاراء وسوف نتكلم عن هذا عن هذا بالتفصيل. والسبب في ذلك ان الاديان كلها هناك حقيقه يجب ان نعيها. الاديان كلها انما تستقي من معين واحد. مصدرها كلها واحد، يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك اصل الرسائل الرسالات اصل الشرائع اصل الاديان انما هو من الله سبحانه وتعالى فاصل الديانات السماويه كلها جايه من الله سبحانه وتعالى وهذه عقيده راسخه لدى الانسان المسلم عندما يعي ان الاديان السماويه كلها تستقي من معين واحد ومن منهل منهل واحد لا يتعامل مع غيره من اصحاب الديانات الاخرى بشكل عنيف او بشكل متطرف، هذه نقطه. النقطه الثانيه انه من اركان عقيدتنا ومن اركان ايماننا اننا نؤمن بجميع الرسل وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم فالأنبياء كلهم عندنا نحن في مرتبة واحدة وإن كانوا يتفاوضون يتفاضلون ويتفاوتون ويتفا في المراتب عند الله ولكن الرسالات رسالتهم واحدة وهم بمرتبة واحدة ولا بد من لا بد من الايمان بهم بل جعل الاسلام الايمان بالرسل جميعا من اركان وخصائص الايمان الاسلاميه الامر الثالث الذي يجب ان نعيه وهو ان الاسلام لا يكره الاخرين على الدخول فيه كما قال الله عز وجل لا اكراه في الدين لا يجوز للانسان ان يكره غيره على الدخول في الاسلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول له: افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس لك الحق في ان تكره الناس على الدخول في الاسلام، اذا رايت نصرانيا، اذا رايت يهوديا، اذا رايت حتى ولو كان مسلما من طائفه اخرى او من مله اخرى، لا يجوز لك ان تجبره على الاعتناق بما تعتقد أنت وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن الإنسان لا يجوز أن يكره الآخرين على الاعتقاد، أنت مهمتك أنك أنت تبين أنك أنت ترشد تقول ما عندي خير وهذه بضاعتنا من يريد أن يأخذها يأخذها باقتناع ولذلك الله سبحانه وتعالى يخير الإنسان في اختيار الطريق الخير أم الشر كما قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ثم قال فلقتحم العقبة من الذي يقتحم العقبة؟ هو الشخص نفسه بمعنى بعد أن يرى بعد أن يسمع هو الذي يحدد اختياره وبناء على الاختيار الذي يختاره يحاسبه الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله عز وجل إن حسابهم إلا على ربي الحساب بين الأديان المختلفة فيما هو مختلف فيه بينهم امره الى الله سبحانه وتعالى، ليس اليك انت ايها البشر، ايها الانسان، انت لا تحكم وانما الذي يحكم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم بين الناس وبين الخلائق يوم القيامه، ولذلك في الاسلام لا يجوز للمسلم ان يهدم دار عباده النصراني. او دار عباده اليهودي لا يجوز لك ان تهدم الكنيسه ان كانت مبنيه او حتى المعبد اليهودي ليش لان اماكن العباده للاديان المختلفه محترمه عندنا في الشريعه الاسلاميه وعمر رضي الله عنه وارضاه لما فتح الشام ما هدم ولم وما غير اماكن دور النصارى ومعابد اليهود لا ابقاها كما هي الله سبحانه وتعالى امرك قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد, ومساجد يذكر اسم الله فيها إذا الله سبحانه وتعالى بشرعه الإسلامي بشريعته الإسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن هذه الأماكن محترمة على ماذا يدل احترام أماكن العبادة؟ يدل على احترام ما يعتقدونه وإن كنا نعتقد أنه حرف الآن وأصابه نوع من الخلل لكن لا يجوز لك ان تعتدي على اماكن عباده الاخرين وهذا الفقه يجب ان يعيه هذا الفقه يجب ان يعيه كل واحد فينا سواء كان صغير ولا كبير ونخص بالذكر الشباب منا الذي قد يتحمس في فتره من الفترات فيدعوه حماسه الى ان يفجر الى ان يخرب الى ان يعتدي الى ان يقتل الى ان يسفك دماء الاخرين بحجه انه على الحق وبحجة أنه الإسلام ونسي أن شريعتنا الإسلامية أن شريعتنا الإسلامية داعية إلى التسامح وكما يعني سمعنا في الحادثة التي ذكرناها في أول الفاصل كيف أن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما دعا واقترح التسامح كمنهج وهو الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومال إليه وإن كان كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم على على الاجمال اقر الله عز وجل ما أخذ اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يبين لنا حقيقه ان هذا الدين الاسلامي وان تعامل مع الاديان الاخرى او في المله الواحده فهو دين يدعو الى التسامح نتوقف ان شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي احكام هذه الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى نتكلم حول موضوع التسامح لدى المسلم من الحقائق أيضا في هذا الموضوع أن الدين الإسلامي وانتبهوا لي أشد الانتباه الدين الإسلامي لا يمنعك من البر والإحسان والصدقة والعطف والرحمة على غير المسلم قمة التسامح وقمة الرحمة وقمة التعايش مع الآخرين ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم يأمرك الله سبحانه وتعالى ديننا الإسلامي يأمرنا أن نحن نبر ونحسن حتى على غير المسلم بشرط أنه ما اعتدى عليك فإذا لا يجوز للإنسان أن يقتل الآمنين من غير المسلمين أو أن يفجر بهم أو أن يعتدي بهم عليهم أو أن يضطرهم إلى التضييق والتعنيف لا دينك الإسلامي يدعوك إلى عقيدة راسخة وهي التسامح والإسلام جاء ورسخ عقيدة التسامح من خلال عدة آيات قرآنية ومن خلال عدة أحاديث نبوية وهناك حقيقة مهمة جدا رسخها الله سبحانه وتعالى تؤكد في كتاب الكريم تؤكد هذا التسامح الإسلامي العظيم وهو إقراره لمبدأ التعددية إيش يعني مبدأ التعددية؟ مبدأ التعددية أي أن الله أن الله عز وجل خلق, خلق الناس متعددين في الأفهام في الأفكار في التوجهات في التطلعات في الآمال حتى في الأهواء ولذلك لا يمكن أن يكون الناس كلهم على شكل واحد وبمسطرة واحدة وفي قالب واحد، لا يمكن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. لو يريد الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. انتبهوا ولذلك خلقهم. يقول المفسرون وللاختلاف خلقهم يعني الله سبحانه وتعالى لو اراد ان يجعل الناس كلهم مسلمين لجعلهم لو اراد ان يجعل الناس كلهم نصارى جعلهم لو اراد ان يجعل الناس كلهم يهود لجعلهم ولكن الله سبحانه وتعالى خلق في طبائع البشر تلك الميزه التي تجعلهم مسلمين ونصارى ويهود وحتى بوذا وحتى مجوس الى اخره الله سبحانه وتعالى ارشد الناس الى الطرق من خلال الرسل وانت ايها المكلف ايها الانسان عليك ان تختار الطريقه التي تعتقد انه صحيح ولذلك الاختلاف واقع بمشيئه الله سبحانه وتعالى ومن الذي يعترض ومن الذي يعترض على مشيئه الله؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا، افانت تكره الناس على ان يكونوا مؤمنين؟ انت ما تستطيع ان تكره الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى اكد ورسخ مبدا التعدديه ان البشر هؤلاء بطبائعهم واختلاف مشاربهم منهم هكذا ومنهم هكذا، فلا بد ان انا اتعامل مع هذه الحقيقه بان هناك تعدديه واقعه. سواء شئت ام ابيت لانها مشيئه الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني وهو الحساب المختلفين من الاديان المختلفه الى الله يوم القيامه. انا ما يجوز لي شرعا كمسلم ان احكم على انسان انه في مصير ان مصيره الجنه او ان مصيره النار بعينه. لا يجوز شرعا وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. حساب هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى: وان جادلوك في دينك فقل الله اعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامه في ايش؟ فيما كنتم فيه تختلفون. يعني انت مع غير المسلم ماذا تختلف؟ تختلف على الدين. على اصول المنهج، على اصول الاعتقاد، على اصول الشريعه، لكن في النهايه الله يحكم بينكم. نحن لا نقول لا يفهم من كلامي انني اقول نحن ربما نكون على خطا، لا، يجب عليك ان تعتقد ان دينك هو الدين الحق، ان دينك الاسلام هو الذي ارتضاه الله لك، ان الدين عند الله الاسلام، هذه عقيده راسخه. لكن انا اريد من هذا الكلام انك لا تحكم على الانسان بان مصيره الى النار، بعينه او ان مصيره الى الجنه بعينه، حتى المسلم لا يجوز لك ان تقول هذا في الجنه. ولذلك لما مات طفل من اطفال المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم، قالت عائشه طير من طيور الجنه هنيئا له. فقال لها يا عائشه اتتألين على الله؟ انت وضعت نفسك مكان الله؟ تدخلين الجنه؟ أو تعتقدي أن هذا في الجنة ما أدري، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بإدخال الناس إلى النار أو إلى الجنة بحسب أعمالهم بحسب إخلاصهم إلى آخره، ولكن أنت كمسلم مأمور أن تلتزم بتعاليم دينك وأن تعتقد بأن ما جاء الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق لا مرية فيه، لا يدخل في قلبك أدنى شك من ذلك، ولكن نحن نقول من عقيدة التسامح لدى الإنسان المسلم ان حساب المختلفين كما قال الله سبحانه وتعالى في دياناتهم في مذاهبهم في اتجاهاتهم الدينيه هذا مرده الى الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا شوفوا هاي كل هذه الديانات والملل والطوائف ان الله يفصل بينهم يوم القيامه من الذي يفصل بينهم؟ ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد هذه الفكره هذه العقيده من شانها ان تخفف شويه الحده من شانها ان تخفف التطرف من من شانها ان تخفف الـ يعني العنف الذي نجد نجده مع الاسف من بعض من ينتمون الى الاسلام وحتى من بعض من ينتمون الى الديانات الاخرى لما تعتقد ان ان مرد ومرجع ومحاسبه كل هذه الديانات الى الله سبحانه وتعالى. كذلك يجب علينا في ختام هذه الحلقه ان نبين ان الاسلام كرم الانسان. بل الدين الاديان كلها كرمت الانسان، فيجب علي ان اتسامح مع اخي الانسان بغض النظر عن ديانته. بغض النظر عن مذهبه، بغض النظر عن عقيدته، يجب علي ان اتعامل مع الانسان. كإنسان فاقدر الانسان من اجل انه انسان نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الى ان نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته